فيلمنا بيبدأ في دار للأيتام في مدينة لندن، وفي نص الليل بتروح مديرة الدار عند الباب علشان تقفله كويس، لكنها بتلاقي مجلات على الأرض قدام الباب فبتتشغل فيهم وبتنسى تقفل الباب. وبنشوف بعدها طفلة يتيمة اسمها صوفي متغطية بالبطانية بتاعتها وبتكون شافت اللي حصل، فبتروح تقفل الباب بنفسها وبتعدي على الساعة وبتحرك العقارب بتاعتها وبتخليها الساعة 3 بالليل، وهي راجعة بتجيب رسائل البريد معاها من قدام الباب وبتطفي النور وراها، وبتحكي صوفي وبتقول انها بتحب الساعة 3 بالليل علشان دلوقت اللي بيحصل فيه السحر، وبيكون دلوقت اللي بتكون صوفي صاحية فيه. وبعدها بتروح تحط رسائل البريد في أوضة المديرة في مكانهم المخصص، وبتسمع صوفي صوت دوشة جاي من الشارع، فبتبص من الشباك وبتلاقي رجالة سكرانين وبيعملوا إزعاج، فبتزعق لهم صوفي وبتقول لهم إن في أطفال نايمين، وبتهددهم إنها تبلغ الشرطة لو ما مشيوش، وبتقفل الشباك ونور الشارع، وبيشوف الأشخاص السكرانين ظل ضخم جدا عند الدار، فبيخافوا منه وبيهربوا بسرعة، وساعتها بتكون صوفي فاكرة إنهم خافوا من تهديدها، وبعدها بتروح صوفي للعنبر بتاعها اللي بتنام فيه مع الأيتام، وبتقعد في سريرها وبتتغطى وبتنور الكشاف علشان تقرأ كتابها، وبتدخل المديرة العنبر فبتمثل صوفي إنها نايمة وبتطفي نور الكشاف، ولما بتمشي المديرة بترجع صوفي تكمل قراية كتابها، وبعد شوية بتسمع صوت جاي من برا الدار، وبتروح ناحية البلكونة وبتردد القوانين اللي المديرة معلماهم لكل الأيتام، وهي إنهم ما يروحوش للشباك، وإنهم ما يبصوش يشوفوا إيه اللي ورا الستاير، وإنهم ما يقوموش أصلا من السرير بالليل، وبتخالف صوفي كل القوانين وبتروح للبلكونة، وبتلاقي إن القطط اللي في الشارع هم اللي بيعملوا الصوت، وفجأة بتظهر إيد شخص عملاق وبتشيل صندوق الزبالة من وسط الشارع اللي القطط وقعوه وبترجعه مكانه، وبيظهر صاحب الإيد وبيطلع إنه شخص عملاق وبيبص لصوفي وبيتخض علشان شافته، ولما بتشوف صوفي جاي عليها بتروح جري لسريرها، بس العملاق بيحط إيده في الشباك وبيمسكها وبيشيلها هي والبطانية وكتابها، وبيجري العملاق بصوفي في مدينة لندن وبيكون عنده قدرة رهيبة على التخفي، وبيستخدم جسمه والغطاء اللي عليه علشان يتخفى على شكل حيطة أو على شكل حمولة على عربية نقل لما حد من البشر بيكون معدي، ولما بيطلع العملاق من المدينة بيجري بخطوات كبيرة وهو بينط بين الشجر وبيعدي من البحر وبينط لفوق ما بين السحاب وبيوصل للكهف بتاعه اللي بيكون بيته اللي بيعيش فيه، وبيعلق صوفي بالبطانية بتاعتها في غصن شجرة في البيت وبيروح يقطع خضار شبه الخيار لكنه ضخم، فبتنتهي صوفي الفرصة وبتحاول إنها تهرب وبتخرج من البطانية بتاعتها وبتمشي على أغصان الشجرة وبتلاقي شباك وبتفتحه بصعوبة، لكن الشباك بيوقع حاجات على الأرض فبيعرف العملاق إن صوفي بتحاول تهرب، فبيروح لها العملاق وبتعرف إنه بيعرف يتكلم وبيقولها إنها مش هتعرف تهرب من هنا إلا لو كان عندها أجنحة تطير بيها، وبيقفل العملاق الشباك وبتقع صوفي في الطاسة اللي العملاق بيعمل الأكل فيها، وبيحط العملاق الطاسة اللي فيها صوفي على الترابيزة وبيفضل يكمل تقطيع الخيار العملاق، فبتسأله صوفي هم فين فبيقول لها إنهم في أرض العمالقة، وفجأة بتسمع صوفي خطوات عملاقة جاية من برة فبتتخض وبيبص الشخص العملاق من الشباك وبيقول لها إنهم زمايله العمالقة، وبتكون صوفي خايفة جدا وبتتحايل عليه إنه ما يأكلهاش، فبيضحك العملاق عليها وعلى طريقة تفكيرها وبيقول لها إنه ما بيأكلش البشر، فبتقول له صوفي إنها يتيمة وعايشة في دار أيتام والأطفال بيكرهوها والدار اللي عايشة فيها كلها قوانين صارمة والحياة فيها صعبة، فبيشتم العملاق مديرة الدار بسبب إنها عاملة قوانين صارمة في التعامل مع الأيتام، وبيدي لصوفي نظارتها وبتلبسها وبتسألهم العمالقة التانيين طيبين زيه كده، فبيصب العملاق لنفسه طبق أكل من الحلة اللي فيها الخضار وبيقولها إن العمالقة بيأكلوا البشر وكمان بيتنمروا عليه علشان ما بيأكلش البشر زيهم، فما بتكونش صوفي فاهمة هو ليه خطفها لو هو مش هياكلها، فبيقولها العملاق إنه اضطر يخطفها علشان ممكن تفضح سره وتقول للناس إنها شافته، وساعتها الناس هيقبضوا عليه ويحبسوه في قفص زي الحيوانات، وبتفضل صوفي تحلف إنها مش هتقول لحد وبتطلب منه يرجعها الدار، لكن العملاق بيقرر إنها هتفضل معاه هنا الباقي من حياتها، وبعد ما العملاق بيخلص أكل بيحط البطانية على صوفي اللي مش بتبطل كلام وبتقوله إنها هتهرب من هنا بأي طريقة، فبيشيلها وبيقولها لو حاولت تهرب من هنا العمالقة هيقبضوا عليها ويأكلوها، وبيحطها على مكان في أعلى السفينة اللي بيستخدمها العملاق كسرير ليه، وبعدها صوفي بتشوفه هو بيجهز شنطته وشايل برطمان جواه حاجة بتنور وبيقولها إن البرطمان ده جواه أحلام، ولما بتقوله إنها ما بتحلمش وهي نايمة علشان عندها أرق بيقرا لها العملاق الطيب من كتابها اللي بيكون صغير جدا بالنسبة له لحد ما بتنام، وبعد ما العملاق بيتأكد إنها نايمة بيروح للكهف وبيحرك عصاية بتتحكم في باب ورا شلال وبيكون ده باب المعمل السري بتاعه، وبيبقى المعمل مليان برطمانات فيها أحلام بتنور، وبيجمع العملاق برطمانات وبيعمل خلطة بينهم علشان يصنع كابوس لصوفي، وبعد شوية بتصحى صوفي من النوم وبتشوف العملاق نايم مكانه على السفينة، فبتهرب من بيته وبتجري لوحدها في منطقة غريبة، لكن فجأة بيظهر عملاق تاني وبيمسكها
وبتشوف صوفي العملاق الطيب وهو بيقفل باب بيته وبيبص لصوفي وهو حزين عليها، وبياكل العملاق التاني صوفي، لكن بتصحى صوفي من النوم وبيطلع ان ده كابوس العملاق كان صنعه في المعمل، وبيشيلها وبيحطها على الترابيزه علشان تفطر معاه، وبتشوف صوفي ازازه فيها سائل فوار غريب الفقاعات فيه بتنزل لتحت بدل ما تطلع لفوق، فبتسال العملاق ايه ده؟ فبيقول لها ان ده مشروب كحول غير عادي، وبيشرب منه العملاق وبيضرب بومبا بتخليه يطير من مكانه، وبعدها بيدخل عليهم قائد العمالقة وبيبقى عايز العملاق الطيب يعالج الجرح اللي في صباعه وبيتكلم زي الأطفال. في الوقت ده بتكون صوفي مستخبية وبتشوف العملاق الطيب وهو بيقول للقائد انه هيعالجه لكن في وقت تاني، فبيتعصب القائد وبيقول له ان لازم يعالجه حالا، فبيجيب العملاق الطيب جردل فيه ميه وبيخوفه بيه لان القائد بيخاف من الميه جدا، وبيجيب كمان قماش وبيعالج الجرح، وبيشم القائد ريحه انسان وبيساله لو قبض على انسان، فبيجذب العملاق الطيب على القائد وبيقول له لا، وبتستخبى صوفي جوه الخضار اللي شكله زي الخيار، وبيفضل القائد يفتش في المكان علشان يلاقي الانسان اللي شم ريحته، وبيقول له انه جعان فبيديله العملاق الطيب قطعه من الخيار علشان ياكلها، وما بيكونش عارف ان صوفي دخلت جواها، وبيبدا القائد ياكل الخيار، لكن العملاق الطيب بياخد باله من رجل صوفي طالعه من الخيار، فبيفكر القائد انه بيكره الخضار علشان ما ياكلش صوفي، فبيرمي القائد الخيار على الارض بسرعه، وبياخد معاه ازازه المشروب السحر الاخضر، وبيقول للعملاق الطيب انه عار على العمالقه، وبيسيبه ويمشي، وبيحط العملاق الخيار على الترابيزة وبتطلع صوفي من الخيار وهي متوسخة، وبياخدها العملاق للمعمل بتاعه وبيفتح عليها المية وبيخليها تستحمى وهي في كف ايده، وبعدها بيقربها من النار علشان تنشف، وبيجيب صندوق فيه ملابس للبشر وبيخلي صوفي تغير هدومها اللي كانت مبلولة، وبيحط العملاق حاجات صوفي الخاصة في فتحة في الشجرة علشان تنام فيه زي اوضتها، وبعد ما بيشوف صوفي غيرت هدومها بيشيلها وبيطلعها لمكانها المخصص علشان تقعد فيه، وبيروح علشان يشتغل، وبتسأله صوفي هو شغال ايه وبتوعده انها مش هتقول لحد، فبيقول لها انه بيمسك الاحلام، فما بتكونش صوفي فاهمة هو قصده ايه، وبتتحايل عليه كتير علشان ياخدها معاه الشغل، وبيوافق العملاق بعد ما بيلاقيها مصرة كاستثناء لمرة واحدة، وبتقعد صوفي على كتف العملاق وبيخرجوا بره الكهف بتاعه، وبيوريها باقي العمالقة وهم نايمين على الأرض، وبيتسحب ما بين العمالقة علشان ما يصحوش، لكن بيصحى قائد العمالقة وبيشيل الطيب من رجليه، وبتقع صوفي على الأرض وبتستخبى في عربية وبتقع منها البطانية بتاعتها، وبيفضل القائد يلعب مع باقي العمالقة بالعملاق الطيب اللي بيكون جسمه أصغر بكتير من باقي العمالقة، وبيفضلوا شقطوه لبعض زي الكرة وبيتنمروا عليه، وبيمسك عملاق منهم العملاق الطيب وبيحطه على العربية وبيحرك العربية على جبل، وبيجيب عملاق تاني عربيتين وبتكون صوفي جوه واحدة منهم، وبيلبس العربيتين زي السكت وبيتزحلق بيهم على جبل علشان يقابل العربية اللي عليها العملاق الطيب من الناحية التانية، وبتاخد صوفي بالها انها تصطدم في العملاق الطيب، فبتمسك دركسيون العربية وبتغير مسارها وبتخلي العملاق اللي على العربية يفتح رجليه جامد، وبتخبطه عربية العملاق الطيب تحت الحزام، وبيكون القائد وباقي العمالقة مستمتعين وهم بيضحكوا على اللي بيحصل، لكن الدنيا بتمطر وبيكون العمالقة بيخافوا من المية جدا، فبيستخبوا وبيروح العملاق الطيب يجيب صوفي وبيهربوا بسرعة، وبيلاقي القائد بطانية صوفي بيشمها وبيتأكد ان في انسان موجود بينهم، وبيمشي العملاق الطيب مع صوفي وبيروح المنطقة ما بين السحاب وبيوصلوا لأرض الأحلام، وبيكون الوقت بالليل وبيقول العملاق الطيب لصوفي إنه بيعرف يسمع صوت الحيوانات والأشجار والنجوم، وبيسيب صوفي على الأرض وبتلاقي صوفي بحيرة بتعكس صورة الشجرة الضخمة المظلمة، وبيبان في الإنعكاس إن الشجرة فيها حاجات بتنور، وبيقول العملاق الطيب لصوفي إن كان جسمه كبير زي باقي العمالقة لكنه لما نزل في البحيرة حجمه بقى أصغر، وبينزل العملاق في البحيرة وبتنزل صوفي وراه، وبتكتشف إن البحيرة دي عبارة عن بوابة سحرية بتوصلهم لعالم الأحلام، وهناك بيعرفها العملاق إنه بيجمع الأحلام اللي بتنور وبتنزل من أوراق الشجرة السحرية، وبيكون في حلم غريب عمال يطير بسرعة وبيبقى العملاق مش قادر يمسكه بسهولة، وبيروح الحلم ناحية صوفي وبيعرف العملاق إنه يمسكه وبيحطه في برطمان وبيظهر جوه البرطمان شكل وش صوفي، وبيشجع العملاق صوفي على إنها تمسك الأحلام، وبتروح تعمل ده بعد ما كانت مترددة، وبتقدر تمسك حلم بينور أحمر لكن العملاق بياخده منها بسرعة علشان ده بيكون كابوس، وبيختفي العملاق فجأة وبتندى عليه صوفي وهي قلقانة، لكن بيكون في الناحية التانية من البحيرة، وبيمد ايده في البحيرة وبيطلع صوفي من الناحية التانية وبيتحركوا مع بعض، وساعتها بتقرر صوفي انها تسمي العملاق الطيب بي اف جي واللي معناه بالعربي عملاق ضخم جدا، وبياخد بي اف جي صوفي معاه لمدينة لندن، وبيكون معاه بوق الاحلام السحري وبينفخ فيه الاحلام للاطفال وهم نايمين، وبيحكي لصوفي ان عمره زي عمر الارض وانه موجود من قبل البشر ما يكونوا موجودين، وانه كمان بيعرف يسمع قلب صوفي وقلوب الاطفال عموما، وبعد ما بيخلص شغله بيرجع هو وصوفي وبيمشوا من المدينه، وفي طريقهم بيستخبوا لما بيشوفوا العمالقه وهم بياكلوا البشر،
وبيسأل بي اف جي صوفي هي بطانيتها فين، فبتقوله انها وقعت منها في ارض العمالقة، وبيقلق بي اف جي جدا بسبب ده. وبعدها بتصحى صوفي من النوم وبتلاقي نفسها قدام دار الايتام، وبيقول لها بي اف جي انه خايف عليها من العمالقة الاشرار ولازم يرجعها مكانها. ولما ما بتوافقش صوفي انها تسيبه بيقول لها على قصة ولد كان عايش معاه زيها والعمالقة لقوه وكلوه، وبيرجع العملاق الطيب لوحده. وبترجع صوفي لسريرها في دار الايتام، وبتفتكر كلام العملاق انه بيعرف يسمع قلبها، فبتروح للبلكونة وبتنط منها وبتخاطر بحياتها علشان بتكون متأكدة انه هيظهر. وبيمسكها بي اف جي قبل ما تلمس الارض وبينقذ حياتها، وبيقرر ياخدها معاه البيت وما يسيبهاش. وبيشوفهم قائد العمالقة وهم مروحين البيت، وبعدها بيكون بي اف جي في المعمل وبيفكر في خطة علشان يمنع العمالقة الاشرار انهم يروحوا للبشر وياكلوهم. وفجأة بيدخل القائد والعمالقة المعمل وبيدمروه علشان عاوزين يلاقوا صوفي، لكن بتكون صوفي مستخبية في اوضتها. ولما بيشم العملاق راحتها بتجري صوفي وبتدخل فتحة تانية في الشجرة، وبتعرف صوفي ان دي كانت اوضة الولد اللي بي اف جي حكى لها عنه. وبيشوفها قائد العمالقة، لكن بي اف جي بيقرر انه يكون شجاع ويواجه العمالقة، وبيجيب جردل مليان مية وبيخوف بيه العمالقة وبيخليهم يبعدوا عن صوفي. وبعدها بتشوف صوفي صورة الملكة في اوضة الولد وبتجيلها فكرة، وبتطلع صوفي لبي اف جي بعد ما قدر انه يمشي العمالقة، وبتقول له انها هتطلب المساعدة من الملكة، وعلشان يعملوا ده لازم بي اف جي يصنع كابوس مخصوص للملكة. وبيروح بي اف جي المعمل وبيعمل خليط من الاحلام فيه الاطفال والعمالقة، وبيحط الكابوس في برطمان، وبتكون خطتهم انهم يخلوا الملكة تحلم باللي بيحصل. وبعد ما تصحى تشوف صوفي وبي اف جي من الشباك، وبيكون بي اف جي قلقان ومش عايز اي حد يشوفه، وبتقدر صوفي تقنع بي اف جي بالخطة. وبيروحوا قصر الملكة بعد ما قدروا يستخبوا من الحراس، وبيوصلوا لشباك اوضة الملكة وهي نايمة، وبيستخدم بي اف جي البوق السحري وبينفخ الحلم في عقل الملكة. ولما بتصحى الملكة الصبح من الكابوس بتخاف وبتحكي لخدمها على اللي شافته وهي نايمة، وبيكون في خادمة اسمها ماري بتجيب للملكة الفطار وبتعرف اللي الملكة حلمت بيه. وبتفتح تقرا الجرايد وبتلاقي خبر عن اختفاء الاطفال في الفترة الأخيرة، وبتعرف ان اللي الملكة حلمت بيه ده حقيقة. وبتظهر لها صوفي اللي الملكة شافتها في الحلم، وبتقول لهم على بي اف جي وبتخليهم يوعدوها ان محدش يأذيه. فبتوافق الملكة على طلب صوفي وبتندع صوفي على بي اف جي، وبيظهر للملكة والحراس، وبتخلي الملكة الحراس يسبوه بعد ما عرفوا انه مش خطر عليهم. وبيقرب بي اف جي من الشباك اللي فيه الملكة وبينحني ليها كاحترام، وبيقول لها انه جه هنا علشان يساعدها. وبتوافق الملكة على الخطة اللي قالها لها العملاق الطيب. وبعدها بتتصل الملكة على قادة الجيش وبتخلي صوفي تلبس هدوم شكلها جميل، وبيروحوا يفطروا مع بعض في القصر. وبيدخل العملاق القصر وهو بيزحف على ركبته، وبيلاقيهم عاملين سفرة ليه مخصوص، وبيعجب أكل البشر بي اف جي، لكن القهوة ما بتعجبوش، وبيتفاها من بقه على الخدم اللي كانوا واقفين جنبه. وبيطلع إزازة المشروب السحري وبيعرضه على الملكة. وبيوصل قادة الجيش وبتأمرهم الملكة إنهم يقضوا على العمالقة الأشرار اللي في أرض العمالقة، وبيقول لهم العملاق الطيب على الطريق لأرض العمالقة، وبيخليهم يشربوا من المشروب السحري اللي بيخليهم يضربوا بومبا بتخليهم يطيروا. وبتأمرهم الملكة انهم يبدأوا في تنفيذ الخطة، وبيروح بي اف جي ارض العمالقة وبتطير طيارات الجيش وراه. وبيوصل بي اف جي وصوفي للمعمل وبيصنعوا الكوابيس للعمالقة، وبيروحوا عند العمالقة وهم نايمين، وبيقعدوا يتكلموا مع بعض وهم مستنيين الوقت المناسب. ولما الشمس بتطلع بيكون ده الوقت المناسب علشان يبدأوا ينفخوا الكوابيس في عقول العمالقة، لكن بي اف جي بينسى يجيب البوق السحري معاه، فبتستخدم صوفي جسمها الصغير علشان تفضي برطمانات الكوابيس في عقول العمالقة وهم نايمين. لكن قائد العمالقة بيصحى وبياخد باله منها، فبتكسر صوفي البرطمان وبتدخل الكوابيس في عقول العمالقة، لكن قائد العمالقة بيقدر يمسك الكابوس اللي كان هيدخل عقله وبيدمره. وبيكون باقي العمالقة بيحلموا بالكوابيس، وبيحاول القائد يمسك صوفي، لكن بي اف جي بيتدخل وبيدافع عنها، وبيشيل القائد بي اف جي وبيحاول يقتله، لكن بتظهر طيارات الجيش وبيرمي حبال وشباك على العمالقة، وبيعرفوا انهم يقبضوا عليهم كلهم. وبتاخدهم الطيارات وبيحطهم على جزيرة معزولة علشان ما يعرفوش العمالقة انهم يهربوا منها، وبيرمي الجيش للعمالقة بذور زرع الخيار العملاق علشان العمالقة يزرعوه على الجزيرة وياكلوا منه. وبترجع صوفي لندن وبتعيش مع ماري في قصر الملكة. وفي يوم بتصحى صوفي من النوم بعد ما جالها حلم عن بي اف جي وهو عايش سعيد لوحده في ارض العمالقة، وبيبقى بياكل من اكل البشر بعد ما عرف انه يزرعه بنفسه بدل ما كان بياكل الخيار اللي طعمه وحش. وبتروح صوفي للشباك وبتتكلم مع بي اف جي رغم بعد المسافة بينه وبينها، بس بتكون عارفة انه هيعرف دايما يسمعها من اي مكان زي موعدها، وفعلا بيقدر يسمعها بي اف جي من ارض العمالقة، وبيبتسم وهو بيسمع صوت صوفي. لحد هنا الفيلم خلص. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو لو عجبكم، واشترك في القناة لو مش مشتركين، وتفعلوا جرس الاشعارات علشان يوصلكم كل جديد. واشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله. سلام.